السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمل مع بعض مع الفصل السابع من كتاب Step 7 and 7 Steps للكاتب سيتي جونز Working with Semantic Networks. المرة اللي فاتت وقفنا عند إضافة شبكة أو أضفنا شبكة Industrial Ethernet على البروجكت بتاعنا، وزي ما قلنا قبل كده إن إحنا ما بنعملش الشبكة لمجرد وجود الشبكة، لكن بنعمل الشبكة عشان نوصل عليها Stations أو محطات Step 7 لنقل البيانات عليها. النهارده معادنا ان شاء الله مع installing, configuring and attaching an S7300 Ethernet communication process، او تركيب وضبط وارفاق معالج اتصال Ethernet للمتحكم S7300 على شبكة الاندستريال Ethernet. عشان ان احنا نوصل او نرفق معالج الاتصال او الستيشن S7300 على شبكة الاندستريال Ethernet، الامر ده هيتطلب عندنا كوميونيكيشن بروسيسور او معالج اتصال حسب التطبيق اللي موجود عندي. احنا شفنا قبل كده انواع الاتصال على اندستريال ايثرنت، وقلنا انه احنا عندنا مثلا الايزو، عندنا التي سي بي، وعندنا الانترنت والخدمات. الكلام ده حسب الخدمات اللي احنا عايزين نقدمها على الشبكه بتاعتنا، وبناء على هذا الكلام احنا بنبدا نختار معالج الاتصال اللي احنا هنستعمله. معالج الاتصال بتاعنا يجب انه يكون موجود فعليا على الراك، بنعمل له الهاردوير كونفيجريشن، الضبط الخاص بيه، بنحدد الوصله بتاعته او بيانات الانترفيس اللي احنا هنتعامل بيها مع المحطات الاخرى. لما بنعمل هذا الكلام بنحط بعد كده الكوميونيكيشن بروسيسور بتاعنا، بنرفقه على الشبكه، وبالتالي بينتهي بعد كده دور الضبط او عمليه ضبط المحطه بتاعتنا على الشبكه. الخيارات اللي موجودة عندنا في شبكة الاندستريال ايثرنت بالنسبة للمتحكم S7300 بتتضمن معالجات اتصال بتدعم عمليات نقل للبيانات بشكل معين. عندنا مثلا لو البروتوكول ايزو بيبقى عندنا الكوميونيكيشن بروسيسور 343.1 ايزو، لو احنا عندنا التي سي بي ترانسبورت بيبقى عندنا 343.1 تي سي بي، لو احنا عندنا معالج الاتصال بيدعم الاثنين الايزو والتي سي بي بيبقى المعالج الاتصال بتاعنا السي بي 343.1، لو احنا معالج الاتصال بتاعنا بيدعم خدمات الانترنت يبقى احنا عندنا معالج الاتصال بتاعنا السي بي 343.1 اي تي، وكمان عندنا لو هو بيدعم البروفينت يبقى الرقم بتاعه سي بي 343.1 بي ان. دي مش موجودة عندنا، لكن دي الأرقام الخاصة بمعالجات الاتصال اللي احنا هنختار من بينها اللي يتوافق مع الابليكيشن اللي موجود عندنا احنا هنشتغل على ايه بالظبط. الكاتب ايضا بيقول انه معالجات الاتصال الحديثة بدأ يظهر فيها عملية الراوتينج فيشرز او امكانيات التحويل من طرق الاتصال المختلفة او بين طرق الاتصال المختلفة، وعندنا منها اللي بيسمح بتحويل الايثرنت الى البروفي باص، يعني بيبقى ناحيه من الجهات اللي موجوده فيه بتوصل عليه ايثرنت والجانب الاخر بروفي باص، وداخل معالج الاتصال بيتم التحويل من بين طرق الاتصال الايثرنت والبروفي باص. بيدينا الكاتب صوره للبارامترز الخاصه بمعالج الاتصال الاندستريال ايثرنت اللي هو السي بي 343.1 اللي بيدعم الايزو والتي سي بي، وشكل البارامترز اللي احنا بنظبطها هنشوف مع بعض ازاي بنعملها في الكويك ستيبس. الصورة الثانية هي استمرار لنفس الصورة الأولانية، ولكن هنا بيستعمل الاي بي أو معرف الشبكة، مش بيستعمل الماك أدرس. هنتكلم على الخطوات العملية السريعة اللي الكاتب بيديها لنا عشان نركب بيها كوميونيكيشن بروسيسور على الستيشن عندنا أو على المحطة بتاعتنا، ونعمل له كونفجريشن ونعمل له اتاتشمنت على شبكه الايثرنت اللي موجوده عندنا عشان المحطه بتاعتي في النهايه تبقى جزء من الشبكه. هنفتح السيماتيك مانجر، هنفتح البروجكت بتاعنا المشروع اللي احنا هنحط الكوميونيكيشن بروسيسور على احد المحطات اللي موجوده فيه، وهنعمل الضبط ليه وهنعمل ارفاق على الشبكه بعد كده. اذا ما كانش موجود الشبكه على البروجكت بتاعنا هنعمل شبكه زي ما قلنا في الجزء اللي انا هنا بالفيديو السابق. هنفتح المشروع بتاعنا، هنعمل اكسباند او هنمدد الفولدر الخاص بالمشروع بتاعنا، هنختار المحطة اللي احنا عايزين نعمل
إضافة لمعالج الاتصال عليها، وهنفتح الهاردوير كونفيجريشن للمحطة بتاعتنا. فتحنا السيماتيك مانجر وشفنا عندنا ادي شبكه الاندستريال ايثرنت اللي احنا هنحط عليها المعالج بتاعنا، وهنعمل كانه هيبقى ادابتور ما بين الشبكه وما بين الستيشن بتاعتي اللي هي الستيشن، انا عندي ستيشن واحده في البروجكت. هنعمل زي ما الكاتب بيقول، هنمدد الفولدر بتاعنا وهنختار عنصر الهاردوير كونفيجريشن اللي موجود عندي. لما هنفتح الهاردوير كونفيجريشن هنعمل اكسباند او هنمدد الدليل الخاص بالسيماتيك 300. تحت السيماتيك 300 هتلاقي الفولدر الخاص بمعالجات الاتصال. حسب الخطوه رقم 4 هنختار الاندستريال ايثرنت. زي ما احنا شايفين كده موجود عندي الاربع انواع من الكوميونيكيشن بروسيسور، معالج الاتصال اللي موجود عندي. هنبدا نختار معالج الاتصال اللي احنا عايزينه. كل ما هنقف على واحد من معالجات الاتصال الهلب اللي موجود تحت بيقول لي المعالجات الاتصال اللي موجوده عندي دي بتدعم ايه بالظبط. يعني احنا مثلا هنفترض انه احنا هنختار معالج الاتصال بتاعنا اللي هو خاص بالتي سي بي اي بي فقط، مش هنستعمل الايزو. فانا هاخد معالج الاتصال بتاعي حسب الخطوه رقم 4 في الكتاب، وهعمل دراج اند دروب لمعالج الاتصال في السلوت اللي انا عايزها عندي على الراك. لما بيتقدم هذا الكلام بيبدا يظهر البوكس او الديالوج اللي عندي، مربع الحوار اللي بيظهر قدام مني في الخصائص الموجوده بالنسبه لمعالج الاتصال. حسب التسلسل اللي بيقوله الكاتب احنا في الخطوه رقم 6. الكاتب بيقول في الخطوه رقم 6 هندخل البيانات العامه لمعالج الاتصال، وفي الخطوه رقم 7 هندخل الخصائص الخاصه ب البارامترز للكوميونيكيشن او معالج الاتصال اللي موجود عندنا، واهم حاجه فيها بيبقى الادرس. هنرجع تاني للداتا بتاعتنا. احنا عندنا هنا النيم الخاص بمعالج الاتصال اللي هو البي ان اي او. هنرجع للبارامترز هنلاقي عندنا، لانه احنا قلنا هنختار معالج اتصال بيدعم فقط التي سي بي اي بي، وعندي موجود اداه العنوان بتاعي اللي هو الاي بي ادرس، وادا عندي السب نت ماسك اللي هو موجود باي ديفولت. بنختار البيانات لو انت عايز تعدل في البيانات، ولكن زي ما قلنا بيستحسن انك انت تحافظ على البيانات الديفولت اللي بتضمن دايما انك انت يبقى الشغل بتاعك عنوان وحيد مش هيتكرر في الشبكه. بعد كده من قائمه الشبكات اللي موجوده عندك بتختار الشبكه اللي انت هتعمل اتاتش ليه او ارفاق لمعالج الاتصال او الاستيشن بتاعتك عليه. بعد ما خلصت هذا الكلام بتعمل اوكي، خلاص كده بيظهر لي العنصر بتاعي او بيظهر معالج الاتصال والعناوين بتاعته. بعد ما خلصت هذا الكلام بتخزن الاستيشن بتاعتك، وبترجع مره اخرى هنا الى النيتورك كونفيجريشن تول. هتلاقي عندك بقت موجوده الاستيشن واتاتشد على الشبكه الاندستريال ايثرنت زي ما احنا شايفين كده. ممكن بتعمل نتورك او ترجع تاني للهاردوير كونفيجريشن تعمل تشيك كونسيستنسي سواء من هنا او من هنا، مفيش اي مشكله خالص. انت كده بتحقق انه مفيش اي ايرور، وبعد كده بتعمل عمليه سيف اند كومبايل عشان تحول او تنشئ السيستم داتا اللي انت بعد كده هتعمل لها داونلود على الاستيشنز بتاعتك. كده خلاص تم تحويل الداتا اللي موجوده عندي، وهنا موجود المعالج الاتصال اللي موجود عندي اللي هو 343 1، والاي بي ادرس بتاعي 192.168.0.1، والسب نت ماسك 255.255.255.0، واحنا شغالين هنا بالاي بي وليس بالماك ادرس. هي دي بالظبط الخطوات اللي الكاتب بيقولها في الكتاب من 1 لغايه 11، اخرهم انه احنا بنعمل سيف اند كومبايل عشان نحصل على الداتا اللي احنا بعد كده هنعمل لها داونلود على السي بي يو. بنكرر الكلام اللي احنا قلناه قبل كده في البروفي باص، انه احنا ما بنرفخش المحطه بتاعتنا او ما بنضيفش المحطه بتاعتنا على شبكه فرعيه لمجرد الاضافه على شبكه فرعيه، ولكن بنضيفها عشان ان احنا ننقل بيها بيانات لمحطات اخرى. فالكاتب دايما بيدينا مثال انه بيعمل
بيلدينج لمشروع بيتكون من اس 7300 بير ايثرنت ستيشنز. بيبقى المحطات كلها متشابهه ومتكافئه وليها نفس الخصائص الاتصال على الشبكه الفرعيه. هو ده المقصود بالبير اس 7300 ستيشنز او محطات المترافقه الاس 7300. بيبقى ليها نفس التكوين تقريبا، على الاقل الراك المركزي اللي موجود عندي بيبقى ليه نفس التكوين، وبيبقى كمان نفس المعالج الاتصال الواحد اللي بيستعمله في الشبكه كلها، هو بيستعمل نفس معالج الاتصال على كل الستيشنز اللي موجودين عندي. الفرق الوحيد هنا بيبقى في طريقه الاتصال، هل انا بوصل بفايبر اوبتيك كيبل ولا بكابل نحاس. كمان البروتوكولز اللي بتبقى مدعومه عن طريق الابلكيشن اللي موجود عندي. لكن باي حال من الاحوال الاساس هنا اللي بيتم بيه بناء هذا النوع من الشبكات اللي بتبقى الشبكات متشابهه او متماثله هي التوحد في كل شيء. الراك بيبقى واحد، السي بي يو بتبقى واحده، معالج الاتصال بيبقى واحد، حقوق الوصول بتبقى متساويه على الشبكه. الكاتب حتى بيقول ان احنا لما بنيجي نعمل هاردوير للكونفيجريشن لهذا النوع من الشبكه بنعمل الاول لوحده من الستيشنز اللي موجوده عندنا، نعمل لها هاردوير كونفيجريشن على الاقل للراك المركزي كامل، نحط الراك، نحط الباور سبلاي، نحط السي بي يو، نحط الموديولز اللي موجوده عندي سواء كانت اي ام او اس ام اللي هي الانبوت اوتبوت، وعندنا حاجه من الاثنين، يا اما نحط المعالج الاتصال او ما نحطش معالج الاتصال. لو احنا ما حطيناش معالج الاتصال وعملنا كوبي بيست من محطه للاخرى، في الحاله دي هنبدا بعد كده نعمل انزيرت مانيوال او يدوي لمعالج الاتصال على كل واحد من الستيشنز بتاعتي. وبالتالي هنا السيستم هيساعدني انه يعمل لي الداتا الخاصه بالشبكه، هيديني جايد ليها، وده هيضمن انه عدم تكرار العناوين عندي او عدم تكرار اي حدوث اي كونفليكت او تداخل ما بين خصائص الشبكه وبعضها. لكن لو انا عملت معالج الاتصال قبل ما اعمل الكوبي بيست، هنا انا هنا هضطر ان انا اخش بعد كده على كل ستيشن لوحدها وادخل على معالج الاتصال وابدا اعدل في البيانات الخاصه بمعالج الاتصال، الادرس على كل مستوياته بنبدا نعدل عشان خاطر ما يحصلش عند اي كونفليكت. انا افضل انه احنا نعمل ستيشن من غير كوميونيكيشن بروسيسور وبعد كده نعمل انزيرت للكوميونيكيشن بروسيسور على كل ستيشن او على كل راك لوحده، عشان بعد كده الستيب 7 هتساعدني في اختيار بيانات الشبكه بما يضمن انه ما فيش اي تداخل ما بين الادرسز او اي مشاكل في بيانات الشبكه بعد كده. بيديني الكاتب زي ما احنا شايفين اكزامبل على الاس 7300، ثلاثه ستيشنز اس 7300 زي بعض، وعامل انزيرت لشبكه اندستريال ايثرنت وبيوصلهم الثلاثه بنفس معالج الاتصال على نفس الشبكه بعد كده. في الصورة الثانية اللي قدامنا بيظهر لي الثلاثة ستيشنز وليهم نفس الضبط تماما، ومعالج الاتصال تيبيكالي زي بعض، والسي بي يوز كلها تيبيكالي زي بعض، والثلاثة متوصلين على شبكة الاندستريال ايثرنت. الخطوات العملية السريعة لبناء شبكة من محطات متكافئة أو مترافقة على شبكة اندستريال ايثرنت. أول حاجة بنفتح السيماتيك مانجر وبنعمل مشروع جديد، بندخل اسم البروجكت بتاعنا وبنتأكد من مسار التخزين، بعد كده بنعمل انزيرت لمحطات اس 7300، أكتر من محطتين، ممكن نعمل اثنين ثلاثة، بعد كده بنعمل انزيرت لشبكة اندستريال ايثرنت. كل ده احنا بنمهد عشان بعد كده نعمل الربط أو التوافق مع الشبكة. بعد ما بنعمل هذا الكلام بنفتح النت برو، دي مجرد الخمس خطوات الاولى. لما هنفتح النت برو في الخطوه رقم 5 هيظهر لي الشبكه الفرعيه وهيظهر لي المحطات، لكن هنا مش هيبقى فيه اي ربط ما بين الشبكه وما بين المحطات، هيظهروا منفصلين عن بعض. هنعمل زي ما الكاتب بيقول، هنعمل مشروع جديد، هندخل المشروع على سبيل المثال ايثرنت 2، وهنتاكد من المسار اللي احنا بنحفظ فيه البيانات، وهنفعل هذا الكلام. خلاص بقى عندي اداه البروجكت الجديد. هنعمل انزيرت في الجزء اليمين للستيشنز الموجوده عندي، هنعمل لاثنين او ثلاثه ستيشنز
عندي في الجزء اليمين انا 3 ستيشنز 300 هنعملهم، وهنعمل بعد كده شبكة الاندستريال ايثرنت ادا ستيشن 1 و2 و3، وهنعمل ادا السب نت انزيرت لي سب نت، وهنعمل اندستريال ايثرنت. بقى عندي كده الكلام اللي قال عليه الكاتب في الخطوات الخمسة الاولى. هنفتح بعد كده النت برو باحد الطرق اللي اتعودنا خلاص ان احنا نفتح بيها النت برو. ظهر عندي خلاص ادا الثلاثه ستيشن، وادا شبكه الاندستريال ايثرنت، وادي شبكه الام بي اي، الثلاثه موجودين عندي بدون اي اتصال ما بينهم وما بين بعض. بعد كده الخطوه رقم خمسه، الخطوه رقم سته الكاتب بيقول عندي هنعمل دبل كليك على المحطه الاولى عشان نعمل لها كونفجريشن او هاردوير كونفجريشن. على الاقل هنعمل كونفجريشن للراك المركزي ان احنا هنحط الراك وهنحط الباور سبلاي وهنحط السي بي يو بتاعتي او وحده المعالجه وهنحط معالج الاتصال بتاعنا اللي احنا هنختار. ادي عندي هنا النت برو، وهنعمل اول محطه هنفتحها في الهاردوير كونفيجريشن. هنعمل دبل كليك عليها، فتح عندي هنا خلاص الهاردوير كونفيجريشن. اول حاجه هنعملها هنعمل الراك. بعد ما هنعمل الراك هنحط الباور سبلاي على الجزء الاولاني. هفترض ان انا هعمل ال 2 امبير الاولاني، وهعمل بعد كده السي بي يو بتاعتي هاخد 316. خلاص انا كده حطيت السي بي يو بتاعتي. هنتقل بعد كده الى معالج الاتصال، وهنختار الاندستريال ايثرنت. هناخد على سبيل المثال معالج الاتصال هيدعم كل الاي سي الايزو والتي سي بي. هنبدا من السلوت رقم 4 نحط معالج الاتصال عندنا. كده احنا عملنا البيزك زي ما ظهر عندنا، شايفين كده الجزء الاولاني. لو انا هشتغل بالماك ده الديفولت ادرس، لكن لو انا هشتغل بالاي بي انا هلغي الماك وهشتغل بالاي بي. وهنختار الشبكه اللي احنا هنعمل انزيرت او هنعمل اتاتش ليه معالج الاتصال عليها، وهنعمل اوكي. احنا كده خلاص عملنا الستيشن الاولانيه، عملنا الضبط الخاص بالستيشن الاولانيه. هنعمل سيفنج للكلام بتاعنا، وهنرجع مره اخرى للهاردوير كونفيجريشن للنتورك كونفيجريشن تول، عفوا النت برو. لما هنرجع للنت برو هنلاقي خلاص بقت السي بي يو بتاعتي الاولانيه او الستيشن الاولانيه واصله على الاندستريال ايثرنت. وده اللي الكاتب بتاعنا بيقوله، بيقول له ان احنا لما بنحط السي بي يو بيظهر لي البوكس الخاص بضبط خصائص المعالج الاتصال. بندخل الادرس بتاعنا، بنضمن انه العنوان وحيد. اذا كنا هنستعمل الاي بي او اذا كنا هنستعمل الماك هنرجع تاني للجزء اللي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت، او الجزء اللي فات على طول فورا، اللي هو عمل او ارفاق معالج اتصال على شبكه اندستريال ايثرنت. بعد ما بنعمل هذا الكلام بنخزن الراك بتاعنا وبنرجع للنت برو، هنلاقي انه السي بي يو بتاعتنا او الاستيشن بتاعتنا بقت موجوده خلاص على الشبكه. هنكرر الخطوات من 6 ل 8، يعني هنعمل الاستيشن الثانيه والاستيشن الثالثه ونخزنهم، ونرجع للاندستريال ايثرنت عشان هنلاقي الثلاث محطات بتوعنا بقوا موجودين على الشبكه. ادا كده معانا الثلاثة ستيشنز خلاص موجودين عندي على الشبكه، وكل واحد من معالجات الاتصال اللي احنا عملناه الثلاثة ستيشنز تبقى زي بعض. بعد ما بنخلص هذا الكلام بنعمل تشيك للكونسيستنسي الخاصة بالضبط اللي احنا عملناه للستيشنز كلها وطريقة الاتصال اللي موجودة عندنا. خلاص مفيش أي أخطاء. بنعمل سيف أند كومبايل عشان ننشئ السيستم داتا الخاصة بكل ستيشن اللي هنعمل لها بعد كده داونلود على السي بي يوز اللي موجودة عندنا. وبكده حسب ما الكاتب بيقول من خلال ال 11 خطوه اللي قدامنا نكون عملنا اتاتش ل 3 ستيشنز اس 7 300 على شبكه اندستريال ايثرنت بنفس الخصائص بنفس معالج الاتصال. الجزء التالي من الكتاب بيكرر نفس الكلام تيبيكالي اللي عمله بالنسبه للاس 7 400، بيكرروا للاس ال 300 بيكرروا للاس 7 400، انه احنا هنا بقى بنعمل بنركب وبنعمل ضبط وبنرفق معالج اتصال للاس 7 400 على شبكه اندستريال ايثرنت. ايضا ارفاق محطه او اضافه محطه اس 7 400 لشبكه اندستريال ايثرنت بيتطلب
معالج اتصال يتوافق مع متطلبات التطبيق اللي موجود عندنا. لابد الاول ان احنا نركب الكوميونيكيشن بروسيسور او معالج الاتصال على الراك بتاعنا، وبعد كده بنعمل الضبط الخاص بيه في الهاردوير كونفيجريشن، وبنظبط الوصلات بتاعته او بنعرف الوصلات بتاعته، وفي النهايه بنرفق معالج الاتصال على شبكه الاندستريال ايثرنت عشان نكمل المهمه بتاعتنا بتاعه الشبكه. الكاتب ايضا بيقول انه الخيارات المتاحه عندنا ان احنا نتعامل مع الشبكه عن طريق الاس 7400، او ان احنا نخلي الاس 7400 جزء من شبكه الاندستريال ايثرنت. الكلام ده بيتم عن طريق معالجات اتصال بتدعم الايزو ترانسبورت اللي هو الكوميونيكيشن بروسيسور 443-1 ايزو، والتي سي بي سي بي 443-1 تي سي بي، والايزو تي سي بي السي بي 443-1، وعندي كمان البي ان، وعندي الانترنت 443-1 اي تي. كمان الكاتب بيقول انه معالجات الاتصال الحديثه بيبقى فيها امكانيات الراوتنج ان هي تحول من ايثرنت الى بروفيبس. الصوره الاولى اللي قدامنا بتبين خصائص الاتصال على الماك، والمعالج الاتصال 400 اللي موجود عندي هنا اللي هو بيدعم الايزو والتي سي بي واخد الادرس الماك ادرس باي ديفولت. ده اول معالج اتصال موجود عندي على الشبكه وبياخد الادرس بتاعه. لو هو عايز يفعل الاي بي ده بيبقى في الصوره الثانيه. الصوره الثانيه زي ما احنا شايفين كده الاي بي هو اللي موجود عندي اكتف، العنوان بتاعه مثلا اللي هو 140.80.0.1، والماسك اللي هو عامله للشبكه كلها اللي بيستعمله مع عناصر الشبكه، وعامل كونكت مع من مجموعه الشبكات مختار شبكه الايثرنت 1. الخطوات السريعة، هنفتح مدير السيماتيك، السيماتيك مانجر عندنا، والمشروع اللي احنا عايزين ندرك فيه او نرفق فيه معالج اتصال اندستريال ايثرنت على ستيشن من الستيشنز بتاعتنا، ونعمل له الضبط ونعمل له كمان اتاتش او ارفاق على الشبكة اللي موجودة عندنا. هنفتح البروجكت، هنختار الستيشن اللي احنا عايزين نعمل انزيرت لمعالج الاتصال عليها. هنيجي على الجزء اليمين، هنفتح الهاردوير كونفيجريشن عشان نبدا نعمل انزيرت لمعالج الاتصال. زي ما احنا شايفين ده البروجكت بتاعنا، وعندي فيه شبكه اندستريال ايثرنت موجوده، وعندي ستيشن سيماتيك 400. هنيجي على الجزء اليمين وهنفتح الهاردوير كونفيجريشن عشان نبدا نعمل انزيرت لمعالج الاتصال اللي موجود عندنا. الكاتب بيقول هتعمل اكسباند للسيماتيك 400 عشان نوصل ل الكوميونيكيشن بروسيسور او معالج الاتصال 400. لما هنفتح معالج الاتصال 400 هنلاقي عندنا الادله اللي موجوده. عندي معالج الاتصال 4-4-3-1، وعندي 4-4-3-1 اي تي. عندي بالنسبه لمعالج الاتصال هفترض ان انا هستعمل اللي هو بيدعم التي سي بي والايزو الاثنين مع بعض. انا هستعمل عندي معالج الاتصال الاولاني اللي موجود عندي، هختار الكوميونيكيشن بروسيسور او معالج الاتصال اللي انا عايزه، وهعمل له دروب على بدايه من السلوت رقم 4 على الراك. هنا الراك لابد انه يكون موجود على او يدعم الكوميونيكيشن. طبعا دي من ضمن المساعدات اللي بيقدمها لي الستيب 7، انه في حاله الكوميونيكيشن بروسيسور او معالج الاتصال بتاعي لا يتناسب مع السي بي يو هتلاقي مسج زي اللي موجود عندي هنا. يعني المسج اللي موجود عندي هنا بيقول انه معالج الاتصال دون بيتطلب سي بي يو حديثه، فاحنا هنستعمل سي بي يو احدث من كده ونعمل بعد كده انزيرت لمعالج الاتصال. عملنا هنا انزيرت لـ CPU 417-4، وهنبدأ نعمل انزيرت لنفس المعالج الاتصال اللي احنا كنا مختارينه. هيديني الادرس اللي انا هتعامل معاه، موجود عندي هنا ان انا بتعامل بيه الاي بي. هعمل هختار الشبكه بتاعتي اللي انا هعمل بيها اتاتش لـ المعالج الاتصال بتاعي على الشبكه. اوكي، خلاص انا كده عملت اديت لي او انزيرت لـ معالج الاتصال بتاعي على الراك بتاعي. دي اول نقطه بالنسبه للهاردوير كونفيجريشن. بنعمل تخزين للداتا بتاعتنا، ونعمل سيف اند كومبايل عشان نعمل تشيك
إذا كان عندنا أي أخطاء في أو أي ايرورز في الهاردوير كونفيجريشن اللي إحنا عملناه. لو رحنا طبعا للنت برو هنلاقي بقى موجود عندنا السي بي يو بتاعتنا أو الستيشن بتاعتنا متوصلة على شبكة الاندستريال إيثرنت. خلاص ده أثر الكلام اللي إحنا قمنا بيه. هو ده الكلام اللي بيقوله الكاتب، انه انت بعد ما بتعمل انزرت لمعالج الاتصال اللي عندك بيظهر الاوبجكت بروبرتيز، بتضغط على المفتاح الخاص ببروبرتيز عشان تشوف الخصائص بتاعته. في الجزء الخاص بالخصائص العامه بندخل الاوثر والكومنت، وفي الجزء الخاص بالادرس يا اما اذا كان شغال ماك بنحدد الماك ادرس او بنقبله، اذا كان شغال اي بي او بالاي بي بروتوكول بنعلم على التشيك بوكس الاي بي بروتوكول از بينج يوزد، وبنحدد الاي بي ادرس والماسك بتاعنا لو احنا عايزين نغيرهم او عايزين نحتفظ بالداتا اللي بيديها لنا السيستم. بنقبل الكلام ده في النهايه باوكي، وبنعمل تشيك للكونسيستنسي الخاصه بالداتا اللي احنا عملناها، وبعد كده بنعمل سيف اند كومبايل عشان نحصل على السيستم داتا اللي احنا بننقلها بعد كده للسي بي يو بتاعنا. زي ما عملنا تماما مع الستيب 7 300 هنعمل مع الستيب 7 400. لما يكون عندي مشروع بيتكون من مجموعه من المحطات المتشابهه في الهاردوير كونفيجريشن بتاعها وبتستعمل نفس معالج الاتصال وليها نفس حقوق الاكسس على الشبكه او حقوق الوصول للشبكه، في الحاله دي بنستعمل الطريقه اللي هي بيلدينج بروجكت ويز اس 7400 بير ايثرنت ستيشنز، بناء محطة من أو بناء شبكة من محطات، بناء مشروع وشبكة من محطات متشابهة أو متطابقة أو مترافقة من الـ S7400. الكلام ده بيقول إن العمل اللي إحنا بنعمله بيتلخص في حاجة واحدة، إنه إحنا بنختار معالج الاتصال المناسب للعملية اللي موجودة عندنا، اللي هو في النهاية خالص بيبقى معالج اتصال واحد بنستعمله على كل الستيشنز، بنستعمل نفس البروتوكول. ممكن تختلف طريقة التوصيل حسب الميديا اللي موجودة عندك وحسب مناسبة الكلام ده للتطبيق اللي موجود عندك. بيكرر الكاتب نفس الكلام، طالما ان المحطات متشابهة بنعمل هاردوير كونفيجريشن للراك المركزي في واحدة من المحطات، وبنستعمل خصائص الكوبي بيست الموجودة في الستيب 7 انه احنا ننقل هذا الكلام من ستيشن الى الاخرى، او ان احنا ممكن نعمله مانيوال مفيش اي مشكلة. بعد ما بتعمل هذا الكلام قدامك خيار من الاثنين، يا اما تعمل المعالج الاتصال الموجود عندك جزء من الكونفيجريشن اللي انت بتعمله كوبي بيست، او انك انت تخلي انزرت او ادراج معالج الاتصال في المرحله الاخيره بعد ما بتبني المحطات كلها، وبعد كده تبدا تعمل انزرت لمعالج الاتصال على اساس انك انت هنا بتعمل جنريشن او انشاء للادرس الخاص بيه بمساعده الستيب 7، وبالتالي مش هيحصل اي كونفليكت او اي تداخل في العنوان ما بين الستيشنز اللي انت عملتها. وزي ما قلت قبل كده انا بفضل الطريقه الثانيه، انه انا اعمل الكونفيجريشن وفي المرحله الاخيره ادخل معالج الاتصال عشان بعد كده الستيب 7 يساعدني في اختيار العنوان اللي هو بيضمن لي انه ما يتكررش. الصوره اللي قدامنا الكاتب بيديها لنا لثلاثه ستيشنز السيماتيك 400 متطابقين او متشابهين على الاقل، بيستعملوا شبكه الاندستريال ايثرنت. وهنا نفس الثلاث شبكات موجودين عندي، وبعد ما وصلهم على الشبكه وعمل لهم الكونفيجريشن عن طريق كوميونيكيشن بروسيسور 443 شرطه واحد. بننتقل الى الخطوات السريعه لبناء مشروع من محطات مترافقه اس 7 400 على شبكه الاندستريال ايثرنت. الكاتب بيقول في الخطوات السته الاولانيه هنفتح السيماتيك مانجر، هنعمل مشروع جديد، هندخل اسم المشروع ونتاكد من مسار التخزين، هنعمل انزرت لمحطتين على الاقل سيماتيك 400 ستيشن، محطتين 400، هنعمل انزرت لاندستريال ايثرنت، شبكه اندستريال ايثرنت، هنفتح النت برو في الخطوه رقم 5، وهنعمل هنتاكد من انه الستيشنز بتاعتنا موجوده هتظهر عندي هي والشبكه، ولكن مش هتبقى متوصله مع بعضها.
بعد كده في الخطوة رقم 6 هنفتح الهاردوير كونفيجريشن عشان نبدأ نعمل ضبط للمحطة الأولى. هندخل على الأقل الراك بتاعنا والباور سبلاي والسي بي يو وحدة المعالجة بتاعتنا ومعالج الاتصال الإيثرنت. أنا كده عملنا إنشاء لمشروع جديد، وبعد ما عملنا إنشاء لمشروع جديد هنبدأ نعمل إنزيرت لسيماتيك 400 ستيشنز، أكتر من ستيشن، هنعمل 3 ستيشن S7400، وهنعمل إنزيرت كمان لشبكة إندستريال إيثرنت. أدا كده 3 ستيشن زي ما الكاتب عمل، وهنعمل إنزيرت لإندستريال إيثرنت. يبقى أدا كده الخطوات الأولى اللي قال عليها الكاتب. بعد كده بنفتح النت برو، برنامج ضبط الشبكات، هنلاقي عندنا أدا الشبكة وأدا المحطات اللي إحنا عملناها كلها مختلفة، لسه ما حصلش أي اتصال ما بينها وما بين الشبكة. هنفتح الهاردوير كونفيجريشن للمحطة الأولى ونبدأ نعمل الكونفيجريشن بتاعه، هنعمل الراك وهنعمل السي بي يو بتاعتنا وهنحط الباور سبلاي. على سبيل المثال هنختار يونيفرسال راك وهنختار الباور سبلاي بتاعنا ستاندرد باور سبلاي 10 امبير، وهستعمل عندي السي بي يو بتاعتنا على سبيل المثال 414، وهستعمل معالج الاتصال اللي موجود عندنا الكوميونيكيشن بروسيسور، هنعمل الخصائص بتاعتنا الخاصة بالشبكة، وهأكتب الكلام بتاعي. أنا كده عملت الكونفيجريشن للراك الأولاني، هنعمل سيفنج للكونفيجريشن الخاص بالستيشن الأولى، وهنرجع مرة أخرى إلى النت برو، هنلاقي الستيشن بتاعتنا أصبحت متوصلة على الاندستريال إيثرنت. هنكرر نفس هذا الكلام، الخطوات اللي احنا قلناها دي، عشان نكمل بقية المحطات. الخطوات اللي احنا عملناها دي اللي هي من أول 7، بعد ما بنعمل الهاردوير كونفيجريشن بنبدأ نظبط الداتا الخاصة بمعالج الاتصال، وبعد كده بنعمل سيف للكونفيجريشن بتاعنا وبنرجع للنتورك كونفيجريشن تول، وبعد كده بنكرر الخطوات من 6 ل 8 لبقية المحطات. بالنسبة للمحطة الثالثة أنا هستعمل عملية البيست، هاخد كوبي من الراك كله وهعمل بيست عليه، وهيجي هنا بالنسبة للكارت الخاص بالشبكة هيديني انه بيغير الادرس اللي موجود عندي بناء على، لانه انا هنا بستعمل مساعدة الستيب 7، فهيديني الادرس الجديد. هعمل سيفنج وهرجع مرة اخرى للنت برو عشان اشوف الستيشنز بتاعتي الثلاثة متوصلين مع بعض على الشبكة، وزي ما احنا شايفين اصبحوا الثلاثة ستيشنز موجودين عندي على الشبكة باستعمال الكوميونيكيشن بروسيسور 443.1 TCP. بعد ما بنعمل هذا الكلام الكاتب بيقول اعمل تشيك للكونسيستنسي الخاصة بالشبكة بتاعتك. هنعمل نتورك وهنعمل تشيك للكونسيستنسي، مفيش عندي اي ايرورز ان شاء الله، وبنكمل بعد كده نعمل سيف اند كومبايل عشان ننشئ السيستم داتا اللي هي بنعمل لها بعد كده داونلود ل LCBU. هو ده الكلام اللي بيقوله الكاتب بالنسبة لهذا الجزء من الكتاب. هنكتفي ان شاء الله بهذا القدر النهاردة ونكمل مع بعض المرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.